السلام عليكم وصباح الخير. مرحبا بكم في قناة عافي في شانيل. هاد القناة المتنوعة ولكن بالدرجة الأولى هي رياضية، ولكن ما فيها باس نرضيو جميع الأذواق. مرة نديرو فلوغات، مرة طبخ، وبطبيعة الحال رياضة. اليوم غادي نقدمو لكم واحد الوصفة اللي هي محبوبة الدراري الصغار كاملين. غادي نديرو كانيلوني بالكفتة. قبل ما نبدا الفيديو بغيت نوريكم هاد القله اللي شريت ديك المره في داك الفلوغ ديال الفخار. شريت هاد القله بالنسبه اللي ما كيشربوش الماء بزاف، غادي ديروها في الكوزينه ديالكم. المهم هي راك عارفين كتصفي الماء، وما يمكنش غتدخلي الكوزينه وما تشميش الريحه ديال الطين وغادي تشهي تشرب الماء. بطبيعه الحال غادي تشربي الماء. نبداو المقادير. هذه هي الكانيلوني، وهي عباره عن لازانيا بحال الشكل ديال تيبات مدورين مع صلصه البيشاميل. انا خديت هذه الجاهزه، نتوما صوبوها مع قطره ديال الحليب. عندنا هنا لاصوص، مطيشه شبعه ديال المطيشات، شويه الربيع، شويه الزعتر، جوج صوص ديال الثوم، وشي معلقه كبيره ديال لاصوص طوماط. هنا عندي كيلو ديال الكفته ما غاديش نستعملها كامله، بصله مشنضه، شويه الربيع. هنا عندي الملحه، الثومه مجففه، العطريه ديال شويه العطريه ديال اللحم، كمون، عندي بابريكا وهي الفلفله الحمراء، عندي هنايا سكينجبير، شويه البزار، عندي الكوزه وكنوره، الملحه، وعندي هنا خرقوم عود. على بركه الله نبداو. في الاول غناخذ هذا الخلاط ونقطعوا فيه مطيشه كامله بكل شيء ليها. مقداتنيش، غادي نطحن في الأول هادي ومن بعد نزيد الأخرى. غادي نطحنوها الباقي. غادي نزيدو لها الزعتر والربيع، ديك الفص ديال الثوم، نطحنوها. نطحن هادي وانا معاكم. هاهي طحناها، غادي نزيد عليها مرقة ديال لاصوص. انا عندي غير لاصوص ديال البيتزا، معليش، معلقة كبيرة. نزيد واحد شويه العطريه، ندير التحميره، شويه ديال التحميره، ماشي بزاف. شويه ديال سكينجبير، شويه ديال خرقوم عود،
كنحيد ديال الخلاط ديال العود حسن، ندير ملح، مقدار غادي نملح لك، وهاد شويه ديال السنيده باش تحيد الحموضه ديال المطيشه، غير شويه ماشي بزاف. نحركوها، نزيد واحد شويه زيت العود ونديروها تغلى فوق البوطه. ندوزو دابا هذا الكفته، ناخذ المقله باش نشحروها، غادي نشعلو دابا على لاصوص. المتات هنا نشخو دابا الكفته، نزيدو شويه زيت العود، غندير الزيت حيت اصلا الكفته راه ريجي. نزيدو البصله، خليوها تشحر شويه، غاديش نضيفو لها المقار التوابل. نزيدو على الثومه مجففه، ديت شويه في لاصوص، دابا البرد كيبغي الثومه شويه، الثومه كتسخن. إذا بغي يزيد الفلفل الحمرا مقطعة طريطات صغار يزيدها. من بعد ما غطات لينا شويه البصله نزيدو الكفته، الكفته مع الربيع، المهم انا غندير كيلو كامل، بقات لي شي حاجه ان شاء الله ما ندير بها. نضيف عطرية، الكمون، عطرية ديال الحل، سكينجبير البزار، البزار أنا مكنديروش، المهم درت حليفة صغيرة، حميرة، كرطون عود، غادي نضيف كنورة، هاك شوية الكوزة،
حبك مزيان يكون جامد. نتسنى خصنا نحكو الفرماج، نقدر لي غادي يقد ناكل واحد على حساب الاستطاعة ديالو. أنا درت غير الفرماج، اللي بغا يدير موتزاريلا حتى أنا ما عنديش، عندي غير الفرماج. الموتزاريلا والفرماج غادي يكون حسن. مول هو مول الفرماج حكيناه. شوفوا دابا الكفته بدا تكون طالص، طالعه منها واحد الريحه زوينه، ملي كديروا ليها العطريه ديال اللحم تولي لها واحد الريحه زوينه. صافي نطفيو عليها، نطفيو على لاصوص، نديرو بلا برد. يبقى نخليوها جارية شوية باش يطيب فيها الكالينو اللي يطيب فيها. ها هي خلوها تبرد شوية، غندوزو دابا نصاوبو لاصوص ديال البيشاميل. ندوزو دابا البيشاميل، جوج إطرو ديال الحليب. معليش انا نضيف عليها البيشاميل وتنقص. غادي نحطو على شوية البوزة، أصلا هاد البيشاميل لي كتكون جايبة بوزة كيكون فيها البوزة، وما نزتها شوية. هاد البيشاميل مجهزة راه غير كدور. هاي البيشاميل وجدات، غادي نخليوها شويه تكون جاريه بما وجدنا الكريمه اللي كتبت غادي تعقد شويه. هاي كما كتشوفوا هي عقدت. كلشي وجد دابا، ها هي لاصوص، وها هي البيشاميل، وها الكفته، والفرماج. دابا نبداو نعمرو الكالينو.
عامرهم بهذه الطريقه يجونا ساهلين. دون عمرهم هي الصراحه بناخذ معلقه ديال بنتي دقيقه شويه باش عمر لي حسن. نبقى نعدلو شويه باش تعمروهم لكن معليش. هاد المعلقه جاتني ساهله في التعمار ماشي بحال الفرق. معليش لو طاحت شي حاجه هنا تنفخر نجمعو. هاهي عمرت الاولى وما راه كيهزو الكفته شويه. اللي بغا يعاون بالخضره يعاون بالخضره ماشي مشكل، الخضره اصلا كتجي احسن. هادشي كيبغي الخاطر. هي الصراحة غنحيد المعلقة وغنخدم بيدي حسن باش تجيني ساهلة. تعطلت بزاف بالعاشقة هكا حسن. المهم نديرو الصباح هنايا باش متخرجش ونعمروهم. حاولو تشكو شوية صبعنا. الطريقة أحسن بالإيد أحسن الصراحة. هاد ديال الكفته طالعه غزاله كتشهي. هادشي علاش كنديرو العطريه ديال اللحم في الكفته، اولا الا عندكم العطريه ديال الشاورما ديروه حتى هي كتجي مزيانه. انا راه خصني نزرب شويه بالزربه قبل ما تنور ليا بنتي من الناس. الا ما عضت ما غتخليني ندير حتى حاجه. هما ساليتهم قالي دابا غير نديرهم في البيركس. بسم الله نبداو دابا نديرو لاصوص هو الاول. هاد لاصوص هو اللي غادي يطيب فيه. قادوهم ندير لهم الطريقه اللي بغيتو. تبعدو على بعضياتهم شويه ما عرفتش ندير لهم هكا وهكا. شوف ثلاثه ندير لهم هكا المهم شوف الطريقه اللي غادي تجيني. ندير لهم هكا وقيل احسن. ما شاطت شي حاجه غادي ندير ديك صفار صغار. بعدهم شويه على حيت كيتنفخوا شويه. البريك الصغير هنا غادي ندير جوج ولا غندير طبقه في طبقه اللي بغيتو. ندير بيشامبيل قدرت
ومن قررت غندير طبقة في طبقة. شوية الفرماج ونعاود ندير لاصوص باش ندير طبقة أخرى. دابا ندخلوها الفرن، نشعلوها غير بشويه تطيب. نشعل الفران، ها هي الطريقه ديالها كيفاش كتكون. نشعلو الفران دابا، نشعلو لها غير من التحت باش نشعلو الفرن. دابا غادي نغليوها، نديرو العافية من التحت ومنقادو شويه ونديرو العافية من الفوق. نشوفو غسلو الماعين دابا، ندوزو دابا الماعين نغسلوهم نحيدو علينا بعدا.
نحيدوا هاد المواعين اللي تجمعوا عليا وانا معاكم. وها هو الكانيلوني ديالنا البولونيز طاب بقى غير يتحمر من الفوق ونخرجوه وبالصحه والراحه. انا دابا كنتسنى غراتان ديالي طيب في الفران وكنغسل مع هاد الفرصه باش نشكر صاحبه قناه همه وشان الاخت جميله على المسانده ديالها ليا وما كتبخلش عليا باي نصيحه وباي حاجه. وكنبغي نشكر صاحبه قناه تامر شانيل حتى هي على المسانده ديالها ليا. وشكرا لكم للدعم ديالكم وعلى 2000 ساعة اللي حققناها اليوم وشكرا. وهذه القنوات ديال هما وشان وثاني القناة غادي نحطهم في الديسكريبشن. وها هو الكانيلوني ديالنا واجد بالصحة والراحة، نتمنىكم تجربوه. تمنونا فيديو جديد على قناة عاطفي شانيل.